الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، معكم جمال للعقارات المغربية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم. حنا كنتواجدوا في مدينة الرباط، حي الرياض. هذا هو المسجد ديال لالا سكينة، وهذه بقعة ديال فيلا فيها 1858 متر. 1858 متر شوكة كما كتلاحظوا. هذا هو الشارع شرقا، والبقعة هي هذه كما كتلاحظوا. هذه هي البقعة. مربعة. وهذا الشارع اللي كيجي من المسجد لالا سكينة كما كيبان عندكم في الصورة. بقعة محفظة طبعا. تتر شوكة كما كتلاحظوا هي هذه. عند زنقة فكيتواجدوا السيارات دابا حاليا. وهذا الشارع الرئيسي اللي كيطلع شارع لالا سكينة. طبعا انفاس معها كاين فيلات، كاين فيلات. على اليمين ديالها وعلى الشمال حتى هما فيلات. هذا الشارع الرئيسي اللي جاي المسجد ديال لالا سكينة. من زاوية واحدة أخرى. هذه الزنقة ديال 4 متر اللي كنت واجد فيها حاليا دابا. هنا كاين الشارع الرئيسي اللي كيطلع من شارع لالا سكينة. أخواني الكرام، كنكرر المساحة فيها 1858 متر. بقعة بناء فيلا. هذا هو الشارع الرئيسي اللي جاي من مسجد لالا سكينة كما كتلاحظوا. حي الرياض، الرباط، بقعة شوكة ممتازة، بلاصة معروفة بالهدوء، فيلات كبار. إخواني الكرام، الثمن غتلقاوه بالزل على القناة اليوتيوب لتحت، على الوصف ديال قناة اليوتيوب. والثمن طبعا قابل للتفاوض مع مالك ديال هاد الأرض هذه كما كتلاحظوا اخواني الكرام.
انفاس معنا المسجد ديال لاله سكينه بعيد منها بواحد 150 متر تقريبا من هذه البقعه هذه كما كتلاحظوا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش الاشتراك على القناه باش يوصلكم الجديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.